الله الرحمن الرحيم. عندنا في حظيرة الدجاج كل ما تجمع هذا البيض وجلست الدجاجة تحتجب عليه يعني تحتضن عليه حتى يفقس وتطلع فروخ جديدة، نجي بعد فترة نلقى البيض ما هو موجود كامل، وتكررت مرة مرتين ثلاث، كل ما اجتمع 10 بيضات 12 بيضة نجي ما نلقاها فجأة كذا خلال يومين ثلاث أيام مفقودة كاملة. أنا والله في البداية توقعت أنه حنش ولا حية، وهذه معروفة في سلوك الثعابين أنها تري تلتهم البيض، لكن ما وجدت آثار يعني ثعابين حول المكان هذا. صراحة احترنا يعني من هو اللي استطاع أنه يشيل البيض بالكمية الكبيرة هذه خلال يوم أو يومين وثلاث أيام من البيض. سألت العامل عندي يعقوب، ما في معلومة، ممكن علي بابا. لا علي بابا، يعقوب طبعا يقول احتمال حرامي جاء شال البيض هذا، بس ما معقول حرامي يطب عشان يسرق بيض، عز الله أن حرامي مغفل هذا. وحتى نكتشف اللص اللي يسرق البيض قمت بتثبيت كاميرا حرارية، كاميرا مراقبة، ضبطت الكاميرا إعداداتها، الآن الكاميرا جاهزة والبيض موجود، وخلونا نشوف لعلنا نكتشف من هو السارق. الآن قبيل المغرب والدجاجة على البيض ولا هنا أي خلاف. أقبل الليل والدجاج في سبات. صباح اليوم الثاني الساعة 6:43 بدأت علامات اكتشاف المجرم، يرجع مرة ثانية ويشيل البيض. عرفنا الآن من هو السارق، شال بيضة بعد ما هاجم الدجاج. رجعت الدجاجة على البيضة الآن الساعة 7:30 تقريبا، ها فيه ملامح خطر، هربت الدجاجة، شال بيضة ثانية وراح. رجعت الدجاجة على البيض الساعة 9 تقريبا في ملامح هجوم جديد، أيضا شال بيضة، ورجعت الدجاجة على البيض. الساعة 11:30 تقريبا هجوم آخر، يبدأ يهاجم الدجاج، يهرب الدجاج وبعدين يشيل البيض. ترجع الدجاجة مرة ثانية على البيض. الساعة 11:40 دقيقة أيضا هجوم ثاني، وهربت الدجاجة. يقاوم الدجاج اللي يحاول انه يقاومه، شوف الان جالس يقاوم الدجاج ويرجع ايضا مرة ثانية على البيض ويشيل المقسوم. العجيب انه ما اكتفى بواحدة ولا اثنين ولا ثلاث، الدجاج طبعا لا زال يبيض كما تلاحظون، تجمع الدجاجة وتحضن عليه. تعرفون مسلوك الدجاج انه تبيض مجموعة من الدجاج وتحتجب عليه واحدة، وأيضا يرجع ويشيل البيض مرة ثانية. قضية ما هي قضية أكل. ثالثة، تغيرت الدجاجة ونفس القضية، يهاجمها ويهاجم البيض. ولمعرفة أين يذهب الغراب في هذا البيض عرضت هذا المشهد على أخي وزميلي الأستاذ عوض الشهري، وهو من كبار مصوري ودارسي سلوك الطيور في المملكة، أجاب بهذا الجواب. فيما يخص المشهد يا ابو احمد، طيور الغربان بطبيعه الحال تهاجم بيض الدواجن وكذلك تهاجم صغار الدواجن. قد يكون هناك احتمالين، احتمال الاول تقوم الغربان بنقل البيض الى مكان اخر لتقتات عليه اذا كان المكان الذي توجد فيه البيض غير امن، او تنقل البيض الى اعشاش صغارها لتغذي صغارها على هذا البيض. تم رصد طيور الغربان وهي تهاجم اعشاش النسور وتتسبب في فقدان البيضه الوحيده التي تضعها انثى النسر الاسمر، كذلك تهاجم طيور الغربان المزروعات وتتسبب في خسائر فادحه للانسان. ختاما، ان ربك حكيم عليم. تاملوا معي في هذه الايه، النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والغراب والكلب العقور والحدأة والعقرب. وفي رواية بدل الحدأة الحية. ليش النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها؟ سماها فواسق بمعنى أنها مؤذية، فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب إلا لأنه يستحق القتل، وربنا سبحانه وتعالى أحكم وأعلم، خلق هذا الكون بميزان وخلق كل فيه شيء موزون، فإذا أمر الشرع بقتل شيء فقتله من المحافظة على التوازن البيئي. ولا تأخذنا العواطف في هذا الشيء، التوازن البيئي لا يؤخذ فقط بالعقل إنما أيضا بالشرع، الشرع هو المحكم والفيصل في هذا الشيء. هو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.